هذه الشيلة إهداء إلى طيف متعب العبادي. يا الفاتنة شيخة الخبرات اللي منزل مكسية بتدلع والجمالايات يا ناس فتنة إلهية. طيف الحلا شيخة الشيخة طيف الصفات البديعية من زنها يا عرب لا جات ما فيه بين الابن زية. طيف الحلا شيخة الشيخة طيف الصفات البديعية من زنها يا عرب لا جات ما فيه بين الابن زية. يصيب كل البنات تسكت ما فيها رحمة هموية رقت على عالي القمات مهرت حلا طاغي غية. بنت بلجم من هلا الردات سمعت هباطي بمطلية متعب سرافي وطيب ذات نراح على المرجل حية. هذا العباد يرعى الوقفات بالطيب تشهد عوانية وام تمرير أخذت بصمات بالطيب والفزعها الحية. هذا العباد يرعى الوقفات بالطيب تشهد عوانية وام تمرير أخذت بصمات بالطيب والفزعها الحية. هذه منيرة بها ميزات وانا اشهد انها اسنافية بنت الرماح يرعى المادات بالطيب كفه رهوية. وعمامة ونعم بالعبادات نخرت الياسارت الحية خوالتها من الكرم شارات ارماح نيرانهم حية. وطيف الحلا شيخة الشيخة طيف الصفات البديعية من زينها يا عرب لا جات ما فيه بين الابن زية. يا الفاتنة شيخة الخبرات يلي منزل مكسية بتدلع والجمالايات يا ناس فتنة إلهية. طيف الحلا شيخة الشيخة طيف الصفات البديعية من زينها يا عرب لا جات ما فيه بين الابن زية. طيف الحلا شيخة الشيخة طيف الصفات البديعية من زينها يا عرب لا جات ما فيه بين الابن زية. يصيب كل البنات تسكت ما فيها رحمة هموية رقت على عالي القمات مهرت حلا طاغي غية. بنت بلجم من هلا الردات سمعت هباطي بمطلية متعب سرافي وطيب ذات نراح على المرجل حية. هذا العباد يرعى الوقفات بالطيب تشهد عوانية وام تمرير أخذت بصمات بالطيب والفزعها الحية. هذا العباد يرعى الوقفات بالطيب تشهد عوانية وام تمرير أخذت بصمات بالطيب والفزعها الحية. هذه منيرة بها ميزات وانا اشهد انها اسنافية بنت الرماح يرعى المادات بالطيب كفه رهوية. وعمامة ونعم بالعبادات نخرت اليسارة الحية خوالتها من الكرم شارات ارماح نيرانهم حية. وطيف الحلا شيخة الشيخة طيف الصفات البديعية